السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، كل عام أنتم بخير وعافية. ما الحضارات التي مرت على تونس وما مدى تأثير اللغة الفينيقية؟ ما مدى تأثير اللغة الفينيقية في اللهجة التونسية؟ ما أبرز الخصائص الصوتية والصرفية والتركيبية للهجة التونسية؟ ومن أبرز العلماء الذين كان لهم أثرهم اللغوي والأدبي في تونس؟ سنناقش إذن ذلك مشاهدينا الكرام في حلقة لسان العربي لهذا الأسبوع بعنوان اللغة العربية في شمال إفريقيا الجزء الثالث. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العرب من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع اللغة العربية في شمال إفريقيا الجزء الثالث. نرحب بدءاً بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية. مرحبا بكم وكل عام أنتم بخير وعافية دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا، وكل عام أنتم بخير والأمة الإسلامية جميعا بخير وعافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء وأن يرفع الظلم عن المظلومين في كل العالم الإسلامي جميعا إن شاء الله. آمين. نرحب أيضا مشاهدينا الكرام بضيفنا عبر سكايب من الدوحة الدكتورة سمية المكي، الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية بجامعة قطر. مرحبا بكم دكتورة وكل عام وأنتم بخير. مرحبا بكم، سعيدة بهذه الاستضافة، أقول لكم بالعربية التونسية عسلامة، وأهنئكم بدور بالعيد أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بموفور الصحة والعافية والخير أجمعين. شكرا. إذن دكتور حمدي، بدأ حدثنا عن تونس وقرطاجنة والحضارات التي مرت عليهما حتى الفتح الإسلامي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. في الحقيقة الشمال الإفريقي عامة من الأماكن الخصبة ذات المواقع الجيدة الجميلة، ولكن في المشرق العربي لا نعرف كثيرا عن هذه المناطق، أو أهل المشرق العربي لا يعرفون كثيرا عن الجغرافية والتاريخ لأنها في بلاد المغرب بعيدة بعض الشيء. تونس كما قال ياقوت في معجمه، تونس وتونس وتونس مثلثة النون، جميل، ضم التاء والنون مثلثة. إذن لا نخطئ من نعم، يعني من يقول تونس صحيح، ومن يقول تونس صحيح، ومن يقول تونس صحيح. نعم جميل. وهذه من الأمور التي فيها سعة. مدينة كبيرة محدثة في إفريقيا، اسمها القديم هي على البحر الأبيض المتوسط، كان يسمى بحر الروم في القديم، ثم في عهد الخلافة العثمانية كان يسمى البحر الإسلامي، ثم بعد ذلك البحر الأبيض المتوسط عامة، يعني لأن في عهد الدولة العثمانية كان الأسطول العثماني هو المسيطر، هو الذي له المكانة العظمى في هذا الزمان. عمرت تونس من أنقاض قرطاجنة، يعني قرطاجنة مدينة قديمة لما خربت في الفتح الإسلامي أخذ من عمارتها أو من عمودها أو أعمدتها وعمرت منها تونس. وتونس هذه من أصح بلاد إفريقية هواء، افتتحها حسان بن النعمان ابن عدي بن بكر بن مغيث الأسدي في أيام عبد الملك. نعم. يعني تم ذلك سنة 70 من الهجرة، يعني منذ القدم كانوا يصفون جوها بالجو الجميل كما اليوم تسمى تونس الخضراء، يعني لأنها على البحر الأبيض المتوسط، البحر الأبيض المتوسط، والبلدان عامة التي على البحار نجدها مليئة بالخضرة ما شاء الله، يعني صحيح، يعني هذه من النعم التي أنعم الله بها على أهل تونس. نعم. طبعا لما افتتحها تونس رجع
عاهد أهلها ورجع إلى القيروان مرة أخرى حسان بن نعمان، لكن الروم الذين كانوا في هذه المنطقة نقضوا العهد، مما جعل حسان بن النعمان يراسل الخليفة عبد الملك بن مروان، وأرسل إليهم جيشا كثيرا وقاتلهم حتى تم فتح المدينة. ملكها عنوة في سنة 70 من الهجرة. ذكر آخرون من أهل السير أن التي افتتحها حسان بن النعمان قرطاجنة، ولم تكن تونس يومئذ مذكورة، إنما عمرت بحجارة قرطاجنة وقرطاجنة وبأنقاضها. وفي سنة 410 من الهجرة بنى عبيد الله بن الحبحاب مولى بني سلول والي إفريقية من قبل هشام بن عبد الملك جامع مدينة تونس ودار الصناعة بها. أما قرطاجنة طبعا ضبطها قرطاجنة. ما معنى هذا دكتور؟ قرطة الاسم الأصلي وجنة جنة من الجنة، جنة يعني هي قالوا اسمها قرطة ثم أضافوا إليها جنة لما فيها من الأمور كما ذكرت. جميل. أمور الخضرة والفواكه بمعنى البستان يعني. نعم تقريبا. نعم. طيب دكتور نمر سريعا ننتقل إلى أبرز الحضارات التي مرت على قرطاجنة. هذه في تونس، في قرطاجنة أخرى في الأندلس سميت على اسمها. نعم. لأننا سنأخذ حازم القرطاجنة على ذلك. نعم. ليست نفسها يعني. ليست نعم. ليست نفسها هي. نعم. نعم. سميت على اسمها. في الأندلس. نعم. وطبعا حدث ما حدث لها، أيضا تسمى قرطاجنة الحلفاء قريبة من ألشن من أعمال تدمير، خربت أيضا لأن ماء البحر أخذ. طيب دكتور اختصار الوقت أبرز الحضارات. أبرز الحضارة أولا الحضارة الفينيقية، والفينيقيون أصلا عرب أو كما يسميهم بعض المحدثين الآن من اللغة الفينيقية من اللغات السامية. وهذه اللغة السامية أخذت موقعا متميزا في هذه المنطقة في قرطاجنة، وسميت باللغة البونية. بونية. نعم. وكان لها مكانها أفضل من المكان الذي كانت فيه في مكانها الأصلي في بلاد الشام. نعم. نعم. هذه الحضارة الأولى، الحضارة كانت يعود تاريخ الدولة الفينيقية إلى سنة 410 قبل الميلاد. قبل الميلاد. نعم. نعم. تاريخ وهو تاريخ تأسيس قرة حدشت. نعم. حدشت بمعنى المدينة الجديدة، الاسم القديم يعني. طيب دكتور. وأصبح الاسم قرطاج. ثم قرطاجنة. نعم. لأن الحضارة بعد ذلك رقم اثنين الأمر سريعا. طبعا في سنة 264 من قبل الميلاد دخلت قرطاج في سلسلة من الحروب عرفت بالحروب البونيقية. طبعا هذه الحروب أنتجت عنها ضعف الحضارة القرطاجانية إن صح النسب يعني. نعم. وصلنا إلى الفترة الرومانية. امتد الحكم الروماني بتونس من سنة 46 قبل الميلاد إلى سنة 31 ميلادية. طيب. نعم. بعد الفترة الرومانية ننتقل إلى الفترة الوندالية. طيب. فحكم الوندالون وهم طبعا فرع من الجرمانيين، وهم ورثة الإمبراطورية الرومانية. طيب. تركوا إسبانيا وغزوا إفريقيا الشمالية عبر البحر المتوسط، حكموا البلاد بين سنتي 31 و433 من الميلاد. بعدهم؟ بعد ذلك الحكم البيزنطي. بعد ذلك أتى الفتح الإسلامي. فتح الإسلامي. واستقر الإسلام في المنطقة بعد 3 فتوحات. نعم. متتالية سنة 34 سنة 40 سنة 50 من الهجرة. وطبعا عرفت الفتوحات الإسلامية مقاومة كبيرة من البربر في ذاك الزمان، وتم فتحها بالكامل سنة 50 من الهجرة. ومثلت القيروان في ذاك الوقت عاصمة لولاية إفريقية. طيب. التابعة للدولة الأموية ثم الدولة العباسية إلى آخره. وبالتأكيد هذه الحضارات يعني فيها علاقات تأثير وتأثر. إذن من هنا دكتورة سمية يعني يغلب على تأثر العربية التونسية فلنقل باللغة الأمازيغية أو البربرية مقارنة بلغات أخرى يعني أكثر تعاقبت على تونس بكونها
لغة السكان الأصليين، ما مدى هذا التأثر باللغة الأمازيغية وفي أي المستويات اللغوية يظهر ذلك؟ نعم، العربية التونسية أو ما نصطلح عليه في تونس بالدارجة التونسية هو أساساً أو هي أساساً تنوع مشتق من العربية الفصحى ينضوي ضمن المسترسل اللهجي المغاربي المختلف عن اللهجات المشرقية. يعود هذا الاختلاف طبعاً إلى طبيعة الحضارات التي عرفتها هذه المنطقة والخصوصية اللسانية المرتبطة بكل حضارة. إذن فالاختلاف إذن بين اللهجات العربية ناتج عن الاتصال بين العربية الكلاسيكية والألسنية المحلية الأصلية. إذن ظاهرة الاتصال بين الألسن البشرية هي التي ساهمت في تأسيس هذه الخصوصية اللهجية في إطار الهوية اللغوية العربية. نذكر أن العربية ترسخت في إفريقيا كما قال الدكتور بخيت بعد الفتح الإسلامي سنة 93 و600 ميلادي، ترسخت في بيئة لسانية جاهزة للتأثر بالأمازيغية لغة السكان الأصليين، والحضارات التي تعاقبت على البلاد لم تفضي إلى اندثار الأمازيغية، فالأمازيغية ظلت حية مع الوافدين الجدد ولم تندفع، بل أثرت حتى في الألسن الوافدة خاصة الفينيقية. في تونس اليوم نجد نسبة قليلة من التونسيين يتكلمون الأمازيغية ويتوزعون جغرافيا على بعض الولايات التي تنتمي جلها إلى إقليم الجنوب الشرقي للبلاد، مثل تاوجوت بولاية جابس وقريتي شنني والدويرات التابعتين لولاية تطاوين في أقصى الجنوب. العربية التونسية تأثرت بالأمازيغية وهو تأثر تحقق أساسا في المستوى المعجمي، وهي ظاهرة لسانية طبعا طبيعية ناتجة عن تفاعل الثقافات وعبور مفردات لسان إلى لسان آخر. الدراسات اللسانية أو الدراسات المعجمية تحديدا تصطلح على الظاهرة بالاقتراض اللغوي، وغالبا ما يخص الاقتراض مفردات تعكس خصوصيات ثقافية وحضارية ليست موجودة في اللسان المضطرب، وقد تمر في الأثناء مفردات أخرى لا تمثل خصوصية. هنا اقترضت العربية التونسية مفردات أمازيغية. طيب. مثلا نذكر على سبيل المثال من الأفعال لدينا فعل نجم بمعنى أستطيع، يزي بمعنى يكفي، ينجز بمعنى يقفز، أيضا ينظر أو ينظر نستعمل ينظر، ونستعمل بعض المناطق تستعمل يخزر، يكلت بمعنى يتعب ويشتغل بكد وجد. لدينا أيضا صفات من قبيل مهمش بمعنى مضطرب، زمجري هو الشخصية كثيرة التنقل والترحال. لدينا أسماء أيضا يعني اقترضنا أسماء من الأمازيغية رغم أن لها ما يقابلها بالفصحى، فنستعمل للكبش علوش، للسلحفات فكرون، الفراشة نسميها فرططو، البرد الشديد نطلق عليه في تونس قنطري. إذن هذه أمثلة من مفردات تتصل بالمعجم العام عموما، ولكن أيضا عبرت مصطلحات تتصل بالخصائص الحضارية. مثلا مصطلح لبسيسة هي أكلة بربرية الأصل، هي عبارة عن طحين من دقيق القمح والشعير تضاف إليه مكونات أخرى، في الفصحى نسميها السويق. أيضا مصطلح الكسكسي تعرفون هو أكلة شعبية توارثتها شعوب المغرب العربي عن الأمازيغ وأخذت بعدا عالميا، ونجد في كتاب الدكتورة سهام الدبابي النساوي مائدة إفريقية دراسة في ألوان الطعام، بحث طريف يوثق لفنون الأكل، وفي الأثناء تعرضت إلى الكسكسي ونقبت في أصل الكلمة وبينت أن الباحثين اختلفوا في أصل المصطلح، إذ وردت الكلمة في النصوص القديمة بعدة صيغ أهمها كسكسي وكسكس وكسكسو. كسكسو تستعمل الآن في المغرب، ووجدت أيضا كسكسون التي وردت لدى المقري في نفح أبتي. طيب دكتور، إذن هذه المفردات. نعم. أيضا يعني سريعا أيضا هناك مفردات
يعني مشهورة في تونس، هل لها أصل أمازيغي مثل كلمة برشا أو يعيشك؟ نعم، إذن كلمة برشا هي كلمة تونسية صميمة أو تمثل بطاقة التعريف التونسي، تستعمل في موضع الملحقات بمعنى كثيرا. يسود الاعتقاد عند البعض أنها أمازيغية الأصل. هذه الكلمة في الحقيقة لا وجود لها في باقي بلدان المغرب العربي، وبالتبع لا أرجح أن يكون أصلها أمازيغي عربي. إذا عدنا إلى المعاجم العربية نجد أن البرشاء هي صحيح. أرض كثيرة العشب، إذ يقال للسنة الخصبة سنة برشاء، ويقال للأرض كثيرة النبات أرض برشاء وربشاء. صحيح. وقد تكون هذه الكلمة منتشرة في تونس على عكس غيرها من البلدان العربية لكثرة المزارع والمناطق الخضراء فيها، أراضيها برشاء. وتاريخيا كانت تسمى تونس مطمورة روما، إذ كانت يعني لخصب أرضها وغزارة إنتاجها توفر لروما حاجاتها من الحبوب والخمور وزيت الزيتون. طيب. إلى غير ذلك. طيب، إذن سنعود إليك دكتورة مرة أخرى. دكتور حمدي، سريعا نحاول أن نختصر، حدثنا دكتور إذن عن من أبرز العلماء أيضا حازم القاطاجني وكتابه الشهير منهاج البلغاء وسراج الأدباء. حازم القرطاجني هو أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن بن محمد بن خلف بن حازم الأنصاري القرطاجاني النحوي. كان شاعرا وأديبا، أخذ عن الشلوبين، وعنه أخذ جماعة منهم العبدري. قدم إلى مدينة تونس ومدح السلطان الحفصي أبا عبد الله محمد المنتصر المستنصر. طبعا عندما سقطت الأندلس على يد القشتاليين سنة 400 و600 من الهجرة، هاجر كثير من العلماء إلى بلاد المشرق، منهم من اتجه إلى المشرق الإسلامي، ومنهم من بقي في بلاد المغرب العربي. ومن هؤلاء الذين بقوا في بلاد المغرب العربي حازم القرطاجني، ولد طبعا هو سنة 800 بقرطاجنة الأندلس، قرطاجنة التي في الأندلس، لأن نحن يعني كنا نعرف بأنه من تونس أصلا، لكن نسبة القرطاجنة المشهورة ما قرطاجنة تونس، لكنه أصلا من قرطاجنة الأندلس. وأتى إلى بلاد المغرب بعد الغزو القشتالي. طيب. نعم، قال عنه الذهبي العلامة اللغوي شاعر الأندلس أبو الحسين حازم بن محمد بن الحسن بن محمد بن حازم الأنصاري الأندلسي، له تصانيف ونظم كثير، ألف كتاب المشترك في اللغة، وألف في القوافي، وله تأليف في علم البيان فائق، وله قصيدة ميمية في النحو، ومقصورة من نحو 1000 بيت، ومدح ملوك الأندلس، وله موشحات بديعة، حتى قيل كان متنبي زمانه، مات بتونس في شهر رمضان سنة 84 و600. رحمه الله. ننتقل سريعا دكتور إلى كتابه باختصار. أنا أقول الجملة عامة عن الكتاب تلخص لنا هذا الكتاب، ولماذا لم يشتهر اشتهار بقية كتب البلاغة والنقد. منهاج البلغاء. نعم. أولا الكتاب لا يعد كتابا خاصا بالبلاغة الجزئية، ولا كتابا خاصا بالبلاغة التي تريد أن تثبت إعجاز القرآن الكريم كدلائل الإعجاز، ولا كتابا يتحدث عن الأمور الجزئية في النقد كالعمدة لابن رشيق، وإنما هو كتاب كما يقول الفاضل بن عاشور رحمه الله تعالى، يقول ويحق أن يسمى أصول البلاغة أو فلسفة البلاغة أو روح الصناعة. جميل. نعم، يعني نستطيع أن نقول هذا الكتاب نستطيع أن نسميه أصول البلاغة أو فلسفة البلاغة. نعم. فلسفة البلاغة أو أصول البلاغة، مثل أصول النحو، مثل فلسفة التاريخ، يعني فقه البلاغة، كيف يعني أنتج معاني أستطيع أن أقول منها شعرا أو أقول منها. إذن هو إضافة مهمة في علم نعم البلاغة. لكن نعم، لكن المشكلة فيه الجانب المنطقي.
غلب عليه جانب المنطق والفلسفة مما صعب فهمه على المتأخرين. فيحتاج إلى مجموعة من العلماء ينثرونه نثرا حتى يسهل على المتعلمين. إذن مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا، فلنتوقف الآن مع فقرة ديوان العرب، ستكون هذا الأسبوع مع الشاعر التونسي أبي القاسم الشابي، شاعر الخضراء وشاعر الأمل. أبو القاسم الشابي، شاعر الخضراء وشاعر الأمل، شاعر تونسي في نفحات أندلسية، نادى بتحرير الشعر العربي من صورته التقليدية والانفتاح على الفكر والخيال وأشكال التعبير الجديدة، وكان شاعراً وجدانياً عميق الإحساس. توفي الشابي في 25 من عمره بعد صراع مع المرض. قال أبو القاسم الشابي: ألنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. خلقت طليقاً كطيف النسيم، وحراً كنور الضحى في سماه. تغردك الطير أين اندفعت، وتشدو بما شاء وحي الإله، وتمرح بين ورود الصباح، وتنعم بالنور أنى تراه، وتمشي كما شئت بين المروج، وتقطف ورد الربا في رباه. فما لك ترضى بذل القيود، وتحني لمن كبلوك الجباه، وتقنع بالعيش بين الكهوف، فأين النشيد وأين الأباه؟ أتخشى نشيد السماء الجميل؟ أترهب نور السماء في فضاه؟ ألنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب من الرافدين. نذكره بموضوعنا هذا الأسبوع: اللغة العربية في شمال أفريقيا، الجزء الثالث. دكتورة سمية، كانت هناك وقفة مع أبو القاسم الشابي، إذن سنعود أيضا للدكتورة سمية بعد قليل لإصلاح خلل ما. دكتور، من علماء تونس أيضا الذين كان لهم أثرهم اللغوي ابن الرصاع، حدثنا عنه وعن كتابه وهو شرح حدود ابن عرف. ابن الرصاع هو قاضي الجماعة بتونس، أبو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري التلمساني، ثم التونسي المغربي المالكي. تلمسان بكسر اللام تنطق هكذا، ويعرف بابن الرصاع لصنعة أحد أجداده، كان نجارا ويرصع المنابر. نعم، حفظ القرآن الكريم، وهذا ديدن العلماء، حفظ القرآن الكريم وتلقى مبادئ العربية في تلمسان، ثم انتقل بعد ذلك إلى تونس سنة 31 و800. وتلقى العلوم الشرعية على علماء تونس، أخذ عن جماعة من أصحاب ابن عرفة كأبي القاسم البرزلي وأبي عبد الله محمد بن أبي بكر وأبي العباس أحمد القطروالي إلى آخره من العلماء الأثبات. ثم بعد ذلك كانت له مكانته وله كتبه التي يعني حازت مكانة في الفقه المالكي. توفي سنة 94 و800. أذكر شيئا من كتبه، يعني الأجوبة التونسية عن الأسئلة الغرناطية، أحكام لو، أسماء الأجناس وأحكامها، إعراب كلمة الشهادة، تذكرة المحبين في أسماء سيد المرسلين، جزء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، شرح الأسماء النبوية، شرح حدود ابن عرفة. فلنتناول هذا الكتاب بنصف دقيقة دكتور. هذا الكتاب أولا قبل ربع دقيقة وربع دقيقة، المصطلح عندنا المعنى اللغوي في معنى لغوي عام ومعنى لغوي خاص. في المعنى اللغوي العام في المعاجم اللغوية، في معنى الخاص في معاجم المصطلحات. فعندنا مصطلحات شرعية وعندنا مصطلحات غير شرعية.
المصطلحات أخذناها قبل ذلك. حدود ابن عرفة هو كتاب يتحدث عن التعريفات الخاصة بالأمور الفقهية لضبط الأمور الفقهية في الفقه المالكي، وقام بشرحه ابن الرصاع لما تميز به من اختصار شديد. جميل. نعم. إذن من هنا دكتورة سمية، مرحبا بك من جديد، حدثينا عن تأثير اللغة الفينيقية في اللهجة التونسية. الفينيقيون استقروا بتونس بدءا من القرن الثاني عشر قبل الميلاد حتى القرن الثاني قبل الميلاد، وامتزجوا تدريجيا مع السكان المحليين وجلبوا معهم ثقافتهم ولغتهم التي انتشرت شيئا فشيئا على السواحل التونسية وسواحل شمال إفريقيا. في القرن الثامن قبل الميلاد تحديدا أصبح معظم سكان تونس يتحدثون اللغة البونيقية أو ما تسمى أيضا اللغة البونية، وهو تنميع مشتق من الفينيقية المتأثرة باللغة النونيدية. نشير هنا إلى أن العربية والفينيقية تشتركان في انتمائهما إلى العائلة السامية، وتحديدا السامية الغربية، وتختلفان في الفروع الدنيا. فالعربية مشتقة مباشرة من السامية الوسيطة، والفينيقية هي سلالة الكنعانية المنحدرة بدورها عن السامية الشمالية الغربية، وتتفرع الكنعانية إلى عبرية وفينيقية. عن الفينيقية تولدت اللهجة البونية. نشير هنا طبعا إلى وجود اختلاف في التفريع، إذ يرى هيترسون أن العربية والفينيقية كليهما من سلالة العربية الكنعانية المنحدرة من السامية المركزية والتي تنحدر منها أيضا الأرامية. من أهم الخصائص المشتركة، من أصل واحد، هناك خصائص مشتركة بين هذه اللغات. أولها استخدامها لصيغة يفعل في المضارع، أيضا استخدامها لأدوات التعريف، نجد ال طبعا في العربية، الألف في نهاية الكلمة في الآرامية، والهاء في الكنعانية. أيضا تختص بقلب الياء في نهاية الفعل المعتل الآخر، الفعل الناقص يقلب إلى حركة طويلة. ماذا بقي من اللغة الفينيقية؟ صحيح، هذه اللغة تحدث بها سكان المستعمرات الفينيقية غرب المتوسط، وكان لها تأثير كبير في اللغات المحلية للسكان الأصليين في المناطق المتاخمة للمستعمرات الفينيقية، ونقصد هنا اللوبيين والنوميديين في شمال إفريقيا. ثم ظهرت اللغة البونية التي اعتبرها الليسانيون كما قلت لهجة مشتقة من الفينيقية، لكن هذه الفينيقية بدأت تفقد بعض خصوصياتها بسبب البعد الجغرافي عن الموطن الأصل للغة الفينيقية. إذن هذه اللغة توغلت في العمق الإفريقي وفي حوض البحر الأبيض المتوسط حتى صارت اللغة الرسمية للنخبة الحاكمة في المملكة النوميدية. يعني النوميديون كانوا يكتبون ويتخاطبون باللغة البونية فيما بينهم مع فينيقي قرطاج. دكتورة، هل لها آثار هذه اللغة؟ هل لها آثار الآن في اللهجة التونسية ولو قليلة؟ نعم، إذن اللغة البونية عمرت طويلا في شمال إفريقيا، ونجد لها آثار لغوية على المستوى المعجمي. نجد مجموعة من الألفاظ البونية التي ما زالت موجودة، مثلا كلمة بيت هذا اللفظ موجود في العربية بيت، ولكن بمعنى المنزل. في البونية له مدلول آخر، هو مدلول الغرفة أو المخدع أو الحجر. كذلك في التونسية نستعمل اللفظ بهذا المدلول بلفظ بيت، مقابل المنزل نستعمل دار. أيضا كلمة دار تستعمل في التونسية بمعنى العائلة، فنقول دار فلان أي عائلة فلان، وهذا الاستعمال أيضا نجده في البونية. لدينا كلمة حجرة وتعني الاحتقار، وتستعمل كذلك في اللهجة الجزائرية. كلمة ترشي هو الفلفل الحار المصبر في الخل، والأغلب أن هذه الكلمة أيضا مقترضة من كلمة ترش البنية التي تعني الخمر الذي يستخرج. يعني هي ليست تركية، ربما هي مشتركة بين البنية والتركية، لا نعلم. ربما. نعم. جميل. على المستوى الصرفي نجد في التونسية بعض الأفعال المزيدة بحرف الشين. مثلا تشقلب
يعني استدار في الهواء، تشخلع أي تجول ورفه عن نفسه على وزن تشفعل، وهي طبعا صيغة غير موجودة في العربية. حرف الزيادة هذا موجود في البونية، في الوزن شفعل في البونية، مثلا طيب. شمكر من الجذر مكر، أي مكر وخانة. طيب. إذن هذه بعض الأمثلة، علما أن الدراسات في هذا الشأن ضنينة، صحيح. والبحث فيها يحتاج إلى دراسة معمقة صحيح صحيح. ودقيقة. نبقى معك دكتورة بدقيقة إن سمحتي، عن تأثير أيضا اللهجة التونسية أو تأثير اللغات الأخرى في العربية التونسية، مثلا اللغة التركية، الفرنسية وغيرهما. نعم، ثمة الدارجة التونسية يعني تأثرت بالتركية، نجد فيها ألفاظ دل على المأكل والملبس والرتب الإدارية، مثلا الكاهية، الكاهية بمعنى النائب، نقول كاهية المدير أي نائبه. أيضا وجدت في بعض المراجع للدكتور إبراهيم بن مراد كلمة تلغميش، تلغميش في الجنوب تفيد العنف مع التفوه بكلام يفيد التهديد، ومعناها الأصلي في التركية واضع اللغم، إذن تلغميش يقابلها في التركية واضع اللغم، وخضعت لبعض التغييرات. أيضا نجد اللاحقة جي، جي في التركية الدالة على المهنة والوظيفة، مثلا لاعب كرة القدم في التونسية نقول كوارشي بإضافة هذه الجي إلى كرة، النادي للمقهى نقول له قهواجي، ساعي البريد نقول له بوستاجي، وهي نفس الكلمة موجودة في التركية. أيضا تأثرت أيضا العربية التونسية بالإيطالية في ألفاظ دالة على الأثاث والمأكل والمشرب، فنجد استعمال كلمة كاريتا وهي العربة المجرورة بالحصان. نعم. نجد كوميدينو وهي الخزانة الصغيرة بجانب السرير. نجد كلمة بنك، بنك ليس المصرف فقط ولكن تستعمل بمعنى الأريكة. بنين، بنين بيني بمعنى لفيف. نعم. فيشتا، فيشتا هو يوم الراحة، يوم العطلة. نعم. نجد ألفاظ إسبانية مثلا صبات أي الحذاء. نجد فعل فلطة، فلطة ويفلط يعني الإنسان الذي فقد صوابه وبيت يفتقر إلى حسن التدبير، هي مأخوذة من الإسبانية فالتا، اللغة الإسبانية. طيب نعم دكتورة، سنعود إليك دكتور حمدي، لم يبقى من الوقت إلا القليل. حدثنا باختصار عن بعض علماء شمال أفريقيا الذين كان لهم أثرهم في الأدب العربي، ومنهم المقري. نعم. المقري أو المقري هكذا له ضبطان يعني، لكن المشهور المقري. المقري. نعم. لكن المقري له سنده أيضا، هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد المقري المغربي المالكي الأشعري، يعني ينسب إلى إلى المدينة مقرة. مقرة. قرية. قرية صغيرة. نعم. هكذا. نعم. نعم. وطبعا هي تضبط على الوجهين كما قلت، مقرة ومقرة، وهذا هو المشهور كما ضبط المصنف هذه القرية، ومع أنه من مقرة لكنه لم يعش فيها لأن أسرته هاجرت منذ القرن السادس الهجري إلى تلمسان، وأوقف بنو المقري جهدهم على الأمور العلمية وينتسب إلى قبيلة قرشية وكانت تعمل بالتجارة وكان لها مكانتها، لكن إلى أن وصل إليه الأمر كانت تجارة، من نظرا لأن التجارة كانت في الصحراء، في طرق الصحراء بين تلمسان وبلاد السودان، ولم يكن فيه أمن، فضاعت أغلب هذه الأمور التجارية. ولد المقري في نهاية القرن العاشر الهجري سنة 86 و900 من الهجرة. طيب. وطبعا تلقى علومه في تلمسان، ثم اتجه إلى فاس، الحواضر العلمية التي كانت في ذاك الزمان. ذاك الزمان. نعم. وأكمل تعليمه إلى أن وصل إلى دار الإفتاء والخطابة، واستمر فترة طويلة إلى سنة 27 و1000، ثم بعد ذلك ذهب إلى مصر لأحداث تمت، ذهب إلى مصر واتجه بعد ذلك إلى بلاد الحجاز، اتخذ من مصر مقرا له، وكان ذلك سنة 27 و1000. توفي بمصر؟ نعم. توفي بمصر؟
في النهاية توفي في مصر، لكن ذهب إلى الحجاز، ثم ذهب إلى الحجاز، مكة، المدينة، بيت المقدس، رجع إلى مصر، ثم ذهب إلى بلاد الشام ومكث فيها فترة من الزمن، ثم عاد إلى مصر وكتب كتابه نعم نفح الطيب الذي سنتكلم عنه، وتوفي في مصر سنة 41 و2000 من الهجرة. فلنتحدث عن نفح الطيب الآن باختصار، يعني اختصار. نعم، نفح الطيب عندما ذهب إلى بلاد الشام ولم يجلس، يعني تعرف على أحد العلماء الأدباء أحمد بن شاهين في بلاد الشام وأكرمه وأنزله منزلة عظيمة، وكان يتحدث كثيرا عن الأندلس وعن أهل الأندلس وعن لسان الدين بن الخطيب وعن شعره وعن نثره، فطلب منه أحمد بن شاهين أن يكتب كتابا عن هذا، فاعتذر له بأنه يعني الظروف والأحوال والكتب وإلى آخره، ثم بعد ذلك كان أن رجع إلى مصر وأخذ يجمع أفكاره وبدأ يكتب عن لسان الدين بن الخطيب، وأنهى ما كتبه في بضعة أشهر. طيب. وسماه عرف الطيب في التعريف بالوزير بن الخطيب. وأراد أن يكتب له مقدمة، فإذا بالمقدمة يكتبها في أكثر من عام وبضعة أشهر، فاستطالت فجعلها مقدمة الكتاب، فالكتاب جعله من قسمين، قسم خاص بالأندلس وقسم خاص بلسان الدين الخطيب. وأعاد العنوان مرة أخرى وسماه نفح الطيب في من غصن الأندلس الرطيب في. طيب. من ذكر أحوالي أو ذكر أحوالي لسان الدين بن الخطيب. جميل. رحمه الله تعالى. نعم. نعم. دكتورة سمية، سنختم بك إذن بسؤالين سريعين نحاول الاختصار فيهما. بدءاً، حدثينا متفضلة عن الخصائص الصوتية والصرفية للهجة التونسية. نعم، أهم مفتاح في التمييز بين اللهجات العربية تمثله العناصر النغمية، وهنا ثمة بحث للدكتور سالم الغزالي ومجموعة من الباحثين معهم في كتاب في مقال موسوم البنية المقطعية في اللهجات العربية، مقال بالإنجليزية، قارن فيه بين المغربية والتونسية واللبنانية في المستوى البنية المقطعية. نعرف أن المغربية معروفة بفائض من الصوامت المتتالية، يعني يمكن أن نجد في الكلمة ثلاث صوامت متتالية تأثرا بالأمازيغية. اللبنانية تختص بتواتر المقاطع ذات الحركة الطويلة، أما التونسية فتتوسطهما، إذ تختزل التونسية الحركات أو الصوائت لكن بنسبة أقل من المغربية، فنجد فيها الضميمة صامت مع صامت، وهذا الجمع بين الصامتين متواتر قياسا إلى اللبنانية، وهو ما أفضى إلى جعل العربية كما ذكرت في منزلة بين المنزلتين. أيضا العربية التونسية تتميز بنطق فونيم القاف بسماته التمييزية، كما في العربية الفصحى نقول قال، قرأ، قلت. صحيح. إضافة طبعا إلى القاف التي تنطق جافا في الجنوب وفي الريف. أيضا تميز التونسية بين الجيم والشين والدال، فلا تنطقها من مخرج واحد. في المقابل لا تميز بين الضاء والضاء. في إطار بذل المجهود الأدنى ثمة تغييرات صوتية على كلمات من العربية الفصحى، مثل ظاهرة الإبدال الصوتي كأن نبدل الهمزة حركة طويلة في راس، رأس، مقابل رأس، كاس، فاس، جيب. نعم. أيضا إبدال الهمزة ياء في مثل قائلة، أي القائلة، خايف، خايف أي خائف. أيضا الجيم تبدل زايا على الاستباق في مثل عجوز، بمعنى عجوز، في مثل زوز، زوز أي زوج. أو ززار مقابل جزار. كذلك بعض اللهجات التونسية تحقق الإمالة، خاصة نجده هذا في منطقة الوطن القبلي، عوض هوا نقول هوي، عوض ما نقول مي. أيضا العربية التونسية أو بعض اللهجات في تونس تبدل الدال ذا فتقول مخاذع، عوض مخادع. إذن هذه بعض الخصائص الصوتية. الخصائص الصرفية في العربية التونسية ثم اختزال في الضمائر، نجد 7 ضمائر فقط، إذن أنا تقابلها أنا أو أني أو ناي أو نايا حسب التنوع اللهجي في تونس. نعم.
أنت وأنت في تونس لا نميز بين المؤنث والمذكر، نقول أنت ولا تميز، وينعكس ذلك أيضا على تصريف الفعل. بعض المناطق في الجنوب وفي الريف يميزون بين المؤنث والمذكر. طيب دكتور سمية، عفوا يعني الآن انتهى وقتنا بنصف دقيقة، حدثينا عن الخصائص التركيبية أبرزها للهجة التونسية. نعم، الخصائص التركيبية العربية التونسية كأغلب أو كجل اللهجات العربية هي من نمط فاعل فعل مفعول، أي يغلب اشتقاق الجملة الاسمية، شأنها في ذلك كما قلت شأن اللهجات العربية والجملة الاسمية من الترتيبات المتاحة في الفصحى. أيضا تستعمل الجملة الفعلية ولكن تستعملها في الجمل الإنشائية مثل الدعاء أو الطلب، وهنا أستحضر العبارة التونسية الصميمة هي عبارة يعيشك، يعيشك بمعنى أطال الله عمرك، تستعمل عند الشكر. إذا استعملت الجملة الفعلية فهي تضمر الفاعل، يعني يكون في شكل ضمير مستتر. أيضا بالنسبة إلى المطابقة بين الفاعل والفعل، فهي سواء في الجملة الإسمية أو الجملة الفعلية تعتمد المطابقة الغنية. إذا أخذنا مثلا الاستفهام، الاستفهام التصوري، الاستفهام التصوري في العربية التونسية تتصدر فيه أدوات الاستفهام الجملة. طيب. فنقول شكون جاء، أي من جاء، وين ولا فين مشى، كيفاش وصلت، أي كيف وصلت. وهنا تختلف مثلا عن المصرية، المصرية نعرف أنها تجعل الأسماء متأخرة. صحيح. فتقول رحت فين، جيت منين، إلى آخره. جميل دكتور، عفوا نكتفي بهذا القدر ونشكرك في ختام فقرة موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع. نشكر أيضا ضيفا عبر سكايب من الدوحة دكتورة سمية المكية الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية في جامعة قطر. شكرا جزيلا لك دكتورة. العفو، شكرا لكم. أما الآن مشاهدينا الكرام فنبقى مع وقفة قصيرة وفقرة من الذاكرة عنوانها ذم اللحن. مولاي في الباري عبد العزيز القادري النحوي العلامة، هل يدخل؟ وهل مثل هذا النحوي الجليل بحاجة إلى إذن للدخول علينا؟ هيا عجل. ولكن لو سمح مولاي أقترح أن نتفكه بجلسة. نتفكه؟ كيف؟ أنت تكره أن تسمع لحنا في كلام محدثك. نعم والله إني أكاد أخرس إذا سمعت اللحن. وأنا يا مولاي يأتيني الرجل ليكلمني في حاجة يستوجبها ويستحقها معه فيلحن في كلامه فأرده عنها، وكأني أقضم حب الرمان لبغضي استماع اللحن. حسناً تفعل، ولكن كيف تريد لنا أن نتفكه بمجلس هذا النحوي الجليل عبد العزيز القادري؟ متى لاحن علي؟ متى لاحن علي؟ نعم يا مولاي، نتحدث إليه فنلحن في كلامنا. لا بأس، فنروح قلوبنا ساعة لأن القلوب إذا كلت عميت. هيا ادعو إلينا هذا النحوي الجليل. أمر مولاي، أطال الله بقاءك وحفظ عليك سلامة النطق والعمل. تفضل. حلت بديارنا البركة، أمتع مجلس مجلس أمثالك يا سيدي. ليت صديقنا النحوي أبو مازن كان معنا. أتلحن يا سيدي؟ قل ليت صديقنا النحوي أبا مازن. على كل حال ما أخبار أبو مازن؟ أنا لم أره منذ مدة. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أنت أيضا تلحن يا مولاي؟ أمس مر بي أبي مازن. هذا لا يطاق، هذا لا يطاق. ذوقي ذوقي، هذا جزاؤك في مجالسة الأنذال. إنه يكره اللحن أكثر منا يا مولاي. ألم تخشى بطشنا
أيها النحوي الجليل، ليس للاحن حرة. هات رأسك وقبلها. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العرب من الرافدين. قد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني وعنوانها هذا الأسبوع اللغات في القرآن الكريم في الجزء الخامس. حياكم الله إذن مشاهدينا الكرام في البيان القرآني، وما زلنا في اللغات في القرآن الكريم في جزئها الخامس، ونبدأ مشاهدينا من قوله تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين في سورة الواقعة. السؤال هنا دكتور، ما معنى أباريق وما لغتها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يذكر السيوطي نقلا عن الثعالبي في فقه اللغة وأبي حاتم اللغوي في كتاب الزينة أنها فارسية. وقال الجواليقي: الإبريق فارسي معرب، وترجمته من الفارسية أحد شيئين، إما أن يكون طريق الماء أو صب الماء على هينة. جاء في لسان: الإبريق إناء وجمعه أباريق، فارسي معرب. طبعا هذه اللفظة دخلت إلى العربية ولاكتها العرب بألسنتها فصارت عربية بالتكلم. ولذا في المعجم الكبير لمجمع اللغة العربية يقول: الإبريق في الفارسية الحديثة أبريز. مكون يعني عربت هي إذن. نعم. إبريق مكون من أب يعني ماء بالفارسية، زائد ريز يعني وعاء، من الفعل ريختم أي الصب، أضيفت المادة الأصلية وهي ريز إلى أب فصارت فتفيد معنى الفاعل اللي هو إبريق اللي هو فعل الصب يعني. هكذا. نعم. طبعا فيه القرطبي وغيره من العلماء يبين لنا أو يذكر كلاما يبين أن هذه الكلمة عربية. طيب. ويعني دخلت إلى بلاد العربي وتحدثت بها فصارت عربية بالتحدث. نعم. نعم. أيضا مشاهدينا الكرام من ذلك في قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر في سورة هود. ما معنى ابلعي وما لغتها دكتور؟ نعم. السيوطي يذكر أن ابلعي بالحبشية ازدرديه. والشيخ أبو حيان بن حيان في تفسيره يقول: اشربي بلغة الهند. طبعا أي لفظة نسبها قدماؤنا إلى لغة سامية، وعلماؤنا القدماء لم يكونوا بدراية كاملة عن كل اللغات السامية وعملوا مقارنات مختلفة، لذا كما قال الدكتور إبراهيم أنيس بأن أي لفظة نسبوها إلى لغة سامية فهي لغة عربية أو من المشترك العربي أو من المشترك السامي كما يقول المحدثون بين هذه اللغات، وإن اختلفت هنا أو هنا. صحيح. أو هنا. صحيح. فهي عربية أو حبشية أو سريانية أو عبرية. نعم. ولكن هذه الكلمة عربية، عربية. قولا واحدا باشتقاقاتها، وهذا ما نص عليه ابن جني بأن اللفظة تعرف بعربيتها بثلاثة أشياء: إما بدخول ال عليها أو بإعرابها أو الاشتقاق، والاشتقاق هو الرأي الراجح. متوفرة جميع هذه الشروط. متوفرة. نعم. صحيح. في قوله تعالى مشاهدينا الكرام: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون في سورة ياسين. ما معنى الأرائك إذن وما لغتها هنا؟ نعم. ابن الجوزي في فنون الأفنان يذكر أنها السرر بالحبشية، وكما قلنا بأن الحبشية أخت العربية أو لهجة من اللهجات العربية، فالأرائك كلمة عربية وردت بمشتقاتها المختلفة في المعجمات والمصادر العربية، فهي عربية وحبشية وغير ذلك. نكتفي إذن بهذا القدر في ختام هذه الحلقة. نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية. حياكم الله دكتور. حياكم الله وإياكم وجزاكم الله خيرا. وإياكم. ونلقاكم الأسبوع المقبل إن شاء الله مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من لسان العرب في رعاية الله وحفظه، وكل عام أنتم بخير.